يومك مبارك عزيز المشاهد. يومك مبارك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في هذه الليلة، الليلة الثانية من رمضان. الآن قد مارس المؤمنون هذا الطقس وهذه الممارسة بعد عناء طويل من العطش والجوع، ثم ابتلت العروق وتناول الإنسان الأطعمة، ثم جاء الليل بسحره، والسحر هو تلك اللحظات أو تلك الدقائق التي تسبق الفجر. هذه اللحظات على مدى التاريخ وعلى اتساع الأديان كانت لها خصوصية خاصة، والله سبحانه وتعالى ونبيه وآل بيته الأطهار دائما يؤكدون على استغلال هذه اللحظات الربانية، وخصوصا الثلث الأخير من الليل قبل الفجر. فما بالك إذ كان هذا الثلث في رمضان، رمضان الذي أعطاه الله هدية لنا، مرت علينا سنة بصراعها، بأحلامها، بمخاوفها، بفشلها، بنجاحها، بأحقادها، بكل المساوئ والإيجابيات فيها. في هذا الشهر يعود الإنسان إلى ذاته، إلى ربه. أنا أقول إلى ربه، أقول إلى ذاته، ومن خلال ذاته ينتقل إلى ربه، لكي يراجع تلك الأيام وتلك الأشهر. ولذلك علينا أن نستغل هذه اللحظات. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لو علم المؤمن ما هو شهر رمضان لتمنى الدهر كله رمضان، لما فيه من مغفرة وعظمة وعطاء كبيرين. في هذه اللحظات نحن نحاول أن نستذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ونؤكد على تلك العظمة، وخصوصا في هجمة شرسة نواجهها نحن، وخصوصا الجيل الجديد. في هذا البرنامج هنالك رسالة، رسالة ربانية، رسالة محمدية، رسالة علوية. هذه الرسالة إلى الجيل الجديد، هذا الجيل الذي تلوث كثيرا، وخصوصا من خلال الأجندات الخارجية، ومن خلال استخدام السوشيال ميديا، وهذه السوشيال ميديا المرتبطة بأجندات خطيرة جدا. واحدة من الإسقاطات التي أخذت تمارس علينا وتؤثر في أجيالنا هو نوع من الإلحاد. طبعا هذا الإلحاد له أسباب كثيرة جدا، ولكن للأسف أخذ ينطلي على هذا الجيل الجديد، قد لم يكن له تأثير كبير جدا في جيلنا، رغم أن في جيلنا كانت هنالك التيارات اليسارية والشيوعية وغيرها، ولكن التأثر نعم أصبح الكثير منا يساريين، ولكن لم يكن ملحدين، كانوا يساريين بأنهم يتجهون للفقراء والمستضعفين. ولكن هذا الجيل فقد الكثير من تلك الأسس الإنسانية والجماهيرية والمعاناة التي يحس بها الآخرين، ولذلك انصاع لبعض ردود الأفعال وبعض الآراء التي انطلقت عليه من خلال السوشيال ميديا. في هذا البرنامج وفي هذه اللحظات أنا متأكد الكثير من الناس الذين يدعون الإلحاد هم الآن يعيشون حيرة ما بين الفطرة الإلهية التي أوجدها الله عليهم، وبين الاعتياد والتراث الذي عاشه مع عائلته. لذلك فإنه الآن يحتاج إلى دفعة، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى توجيه. ونحن نريد أن نقدم شيئا لهذا الجيل الذي ضاع كثيرا. كانت سابقا وسائل التأثير مرتبطة بالبيت، بالأسرة، ومرتبطة بالمدرسة، ومرتبطة بالجامعة، ولكن كل هذه المؤسسات للأسف ضعفت في الوقت الحاضر. الأسرة تأثيرها ضعف كثيرا، لأنه هذا الجيل ملتهي، منهمك، منشغل
بالموبايل والسوشيال ميديا، يعني يمكن لا يجلس مع أمه وأبوه إلا أثناء الطعام، وبعض الأحيان يأكل انفرادا، ولذلك أصبح تأثير الأسرة قليل جدا. المدرسة أيضا، المدرسة تعاني الآن من خواء ثقافي وعلمي للأسف، والجامع أيضا التهى الكثير، عشنا في صراعات، وبالتالي أخذ هنالك زخم طائفي أكثر مما هو زخم روحي يبث في جوامعنا. ولهذا حقيقة نحن ساهمنا مساهمة فعالة في ابتعاد هذا الجيل عن الله سبحانه وتعالى، بينما سابقا كان رمضان حتى المنحرفين، عفوا عن هذه الكلمة، في هذا الرمضان يتبتلون، يصومون، يقرؤون القرآن في السحر ويدعون الله للمغفرة، وحتى الإنسان البعيد عن التدين فإنه في رمضان تراه يصلي ويصوم ويفعل الكثير. ولذلك نحن الآن أمام مشكلة كبيرة جدا. لو ابتعد طبعا الإلحاد عفوا في الشرق ليس كالإلحاد في الغرب. الإلحاد في الشرق معناها الابتعاد ليس فقط عن الدين، عن الخلق وعن القوانين وعن الالتزامات وعن كل شيء، بينما قد يكون الإلحاد في الغرب لا، يبقى خلوقا عطوفا رحوما مؤدبا مهذبا، لأنه جزء من كينونة أخلاقية تسيره. ولكننا نحن هنا في المجتمع الشرقي والمجتمع العربي، الوازع الأول للأخلاق هو الدين، الوازع الأول للأخلاق هو والممارسات الإنسانية هو الدين والأسرة والمدرسة. ولذلك بضعف هذه ضعفت كثيرا هذه الثنايا والمنحنيات. نحن في هذه اللحظات أول شيء، يعني أنا وأنتم، وأنا أفعلها في كل ليلة، عندما أريد أن أدعو الله أخرج إلى الفناء، أنظر إلى السماء. حقيقة حتى أنني أرى بعض الأحيان الجوامع تغلق، هذا عملية غير صحيحة، يعني يجب أن يبقى الفناء في الجوامع مفتوح. مسألة نفسية سيكولوجية روحية، أن الإنسان عندما يتوجه بالدعاء إلى الله إلى السماء تكون لها بعد أكبر من أن يتجه وفوقه سقف، حتى لو كان هذا السقف مزخرفا وفيه أشياء جميلة، ولكن لا يؤثر تأثيرا كما تؤثر تلك اللحظات والارتباط الكبير مع تلك السماء الزرقاء بظلمتها الجميلة وبنجومها المتلألئة. تلك المتلألئات التي كانت هدى للإنسان القديم، الإنسان القديم كون الدين من خلال السماء، واعتبر السماء هي مركز الدين، كان وثنيا، ولكنه لم يجد شيئا يستدل به إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى لم يبعث الأديان ولم ينزل الرسل على الإنسان المتخلف الذي كان يعيش بين الحيوانات. الإنسان عندما خلق الأول كان يعيش في الكهوف، كل أسرة متكونة من زوج أو أم وأخاها، وليس زوج وزوجة، الأسرة لم تكن متكونة، الأسرة تكونت عندما استقر الإنسان، لكن كانت الأخت التي تلد من شخص آخر وتأتي ويرعاها أخوها، وذلك أولاد وأم وخال، فكانوا يعيشون في الكهوف. ولذلك لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرسل لكل كهف النبي، لكن بعد أن تطورت الحياة قبل حوالي 9000 سنة واكتشفت الزراعة وتكونت القرى وتجمع الناس وعاشوا في قرى، هنا أنزل الله رسوله إلى البشرية. ما من قرية إلا وأنزلنا فيها نبي وكان فيها نبي. ولذلك قبل الأنبياء كانت السماء هي التي يتجه إليها الإنسان القديم، كان يتصور أن هذه المتلألئات ما هي إلا آلهة تتحكم به، ولذلك أخذ يضع الأبراج التي ليست لها معنى ولحد الآن البعض متمسك بها، وهي عادة سومرية قبل 7000 سنة. تصوروا يعني الإنسان اكتشف 12 برج والآن مكتشفين 88 برج،
ولم يزل البشر متمسكين ب 12 برج. يعني ليست هذه قضية مضحكة؟ يعني ذلك الإنسان بدأ يتصور أن هذه الآلهة، فبدأوا يعبدون النجوم. وذلك في القرآن الكريم، إبراهيم الخليل عليه السلام الذي عاش في العراق في أور، نظر إلى النجوم فشاهدها متلألئة، قال هذا ربي. وعندما جاء القمر قال هذا أكبر، هذا ربي، إذن لأعبد القمر. ثم بعد ذلك عندما بدأ الفجر وبدأ الصباح قال لا، هذا ربي، هذا أكبر وأكثر نور. وهي هذه آلهات في العراق القديم. العراق القديم كان يعبد النجوم ويعبد الإله سين اللي هو القمر، ويعبد الشمس وغيرها من الآلهات المرتبطة بالسماء. لذلك أنا تطرقت إلى القضية، هي فطرة إنسانية، ولكن الله من علينا بدينه. ولذلك نحن لم نعش المحنة التي عاشها الأنبياء، لم نعش المحنة التي عاشها إبراهيم الخليل الذي كان يبحث عن ربه حتى هداه الله، ولم يعش أتباعه تلك المحنة التي عاشوها وكانوا ما بين آلهات وبين ملوك متجبرين. نحن والحمد لله ولدنا وعشنا في عوائل مسلمة تقرأ القرآن، وبين أيدينا القرآن، وفي ظهرانينا رجال أتقياء، ولدينا تراث عظيم للنبي محمد وآله الأطهار. ولذلك فإننا نستغل كل هذا التراث وكل هذه العظمة وكل هذا الإبداع الإلهي الذي تكون في 1400 سنة كله، نستغله لكي نكون لنا شخصية متبتلة ترتبط بالله سبحانه وتعالى في هذه الليالي. وأي ليالي؟ ليالي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر. حتى ليلة القدر الله سبحانه وتعالى جعلها تقريبا مبهمة، لأنه لا يمكن أبدا أن تليق بليلة القدر ليلة واحدة، فجعلها في العشر الأواخر ثم بعد ذلك في العشر الوتر، حتى يبقى الإنسان مرتبطا بالدعاء، حتى يكثر الإنسان الدعاء، حتى يكثر الإنسان من التبتل، حتى يكثر الإنسان من التوحد مع الله سبحانه. وكلما زاد الإنسان ارتباطا بالله وتبتلا بالله وتوحدا بالله، كلما تشذبت شخصيته، نوع من التنميط الروحي. الإنسان الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، يقول له في ليلة في يوم اقرأ الدعاء وخلاص، ثم يعود إلى ملذاته وحياته وأشيائه. أعتقد هذا الإنسان لم تتنمط روحه بشكل كبير. ولكن عندما يأتي شهر كامل وتأتي ليالي كاملة ثم تأتي عشرا أواخر، كل هذه الأشياء تملأ الإنسان قربة إلى الله، تقرب إلى الله، وبالتالي تشذب النفس. النفس أمارة بالسوء، لكن كلما ابتعدت عن السوء كلما أوجدت لذاتها نوعا من الحوافظ تحفظها. ولذلك رمضان على مدى الدهر دائما يحفظ الإنسان، الإنسان فيه محفوظ، إلا أولئك الشاذين الذين يمارسون السوء في أيام رمضان، وهم أعتقد قلة. أولئك الذين يشربون الخمر ويمارسون الموبقات في شهر هذا الشهر الفضل، حتى أولئك الذين يشربون الخمر والعياذ بالله وغيرها في رمضان، أظن الأغلبية منهم هم لا يشربون وهم لا يفعلونها، وبالتالي هي أيضا ناتجة عن وجود روح وعن وجود عالم يحيط به يقنعه بأن هذا العمل هو عمل شاذ لا يرتبط بالطبيعة بالكينونة الإنسانية أو الكينونة المسلمة. ولذلك الآن أنا أدعو أي إنسان أن يخرج إلى العراء أو أن يصعد إلى السطح، ما شاء الله يعني الجو ربيع يعني، وينظر إلى السماء ويشوف هذه السماء الواسعة، من خلق هذا الكون العظيم؟
طبعا هذه الذي نراها متناثرة، البعض يتصور يعني، لعل أعتقد أن حتى الكثير يعرف أن هذه مجرات بعيدة، والمسافة بين شمس وأخرى أو بين نجم وآخر هي بالسنين الضوئية. السنين الضوئية يعني الضوء يحتاج لسنوات لكي يصل. أخوان المسافة ما بين الأرض والشمس لا تزيد عن دقائق، 9 دقائق أو أقل، 9 دقائق أو أقل. فما بالك عندما تكون المسافة سنة ضوئية أو 1,000,000 سنة ضوئية، فكم هي المسافة؟ هذه ما بين النجوم، والمجرة تحوي مليارات النجوم، والكون يحوي مليارات المجرات، والمسافات ما بين المجرات بملايين السنين الضوئية. وليس ذلك فقط، الكون يتوسع وإنا لموسعون، واكتشفوها في عام 1930 أن الكون يتمدد، أن الكون يتوسع. لو كان الكون ثابت لكانت ضياء الشمس تزداد وبالتالي تؤثر حتى على حرارة الكون، ولكن هذه الحرارة لا تتغير لأن النجوم تبتعد والكون والمجرات تبتعد والشموس تبتعد نتيجة لتوسع. وذلك القرآن عندما قال وإنا لموسعون. في موسوعة أصدرتها قبل 10 من السنين هي عظمة الله، وأخذت عظمة الله في كل شيء، عظمة الله في الكون، وعظمة الله في الطيور، وعظمة الله في الأرض، وعظمة الله في الحيوانات، وعظمة الله في الحشرات، وعظمة الله في الطيور، وعظمة الله في مخلوقات الماء، وعظمة الله في الأسماك وغيرها. عشرة أجزاء لهذه الموسوعة التي حاولت أن أتكلم عن الله، وليست لكن ليست بالصيغة الدينية، بصيغة العلم. وبالتالي أقول هو هذا الله. هذه الأشياء لولا وجود قوة وقدرة متحكمة لما عاش الإنسان، لما عاش السمك، لما عاش الطير، لما كان الكون، لما كان كل شيء في الوجود، كل شيء في الوجود لو طبقت عليه النظرية العلمية، نظرية الفيزياء، نظرية أينشتاين، بالتأكيد سينتهي الحياة. لكن وجود قدرة، وجود شيء هو الله، هو الله سبحانه وتعالى الذي تحكم فينا والذي يسير فينا. وواحدة من الأشياء العظيم في القرآن هو العلم في القرآن. كل كلمة، يعني أنا أهتدي بالقرآن لأنه كتاب، ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء، ولكن وجدت فيه كل كلمة تعبر عن شيء علمي. يعني الليل نسلخ منه النهار، تلاحظون تبدأ السلخ، والسلخ هو القشط من الخارج، لذلك تلاحظون يبدأ الفجر، يبدأ نور بسيط، ثم يبدأ عملية سلخ. يعني وهكذا كل آية في القرآن تعبر عن شيء معين في الكون. ولذلك من يريد أن يجد الله سبحانه وتعالى فليبحث. اليوم سأركز على الكون، في اليوم القادم إن شاء الله سأركز على قضية أخرى تخص البحار والحيوانات أو الإنسان. فذلك في أي آية عندما تأتي وتطبق القوانين العلمية ستجد أنه الله سبحانه وتعالى قد تكلم عن هذه النظريات قبل أن يكتشفها العلماء في القرن 19 والقرن 20. قبل 1400 سنة تكلم القرآن عن كل هذه الأشياء العظيمة. وبالتالي هذا الكتاب الذي أوجده الله سبحانه وتعالى والذي أنزله على نبي الله سبحانه رسول الله عليه السلام، عليه الصلاة وعلى آله السلام، كان لكل زمان ومكان. تلاحظون القرآن الذي كان مبهرا للبشرية قبل 1400 سنة ببلاغته وعظمته، ولكن الآن نحن القرآن مبهر لنا ليس فقط في بلاغته، مبهر في اكتشافاته العلمية، مستقبلا بعد آلاف السنين
أيضا سيكتشف البشر أشياء كثيرة سيجدونها في القرآن، وذلك القرآن لكل زمان ومكان. ولهذا من الخطأ بل والخطأ الكبير أن تأتي وتقول بأن هذه الآية القرآنية نزلت في تلك القضية، لأنه عندما توزع القرآن الكريم وآياته على أحداث تحصل في هذا القرن مثلا، يعني ألف حدث في هذا القرن، وتقول هذه الآية نزلت في هذا الحدث وهذه الآية نزلت في هذا الحدث، هذا القرن في ألف، القرن بعد في ألف، بعد عشرة يعني عشرة قرون خلاص سينتهي الموضوع. لذلك فإنه من يعني من الخطأ الكبير أن تربط آيات القرآن الكريم باكتشافات متغيرة. الآن اكتشفنا أشياء كثيرة كنا نتصورها صحيحة علميا اكتشفناها خطأ. فأنت عندما تأتي وتربط القرآن بآيات، يعني واحدة من الأشياء التي الساذجة التي أراد أن يفعلها الدواعش مثلا، قالوا إنه عندما ضربت مركز التجارة العالمي قالوا بأنه ذكرت في القرآن الكريم جورفن هارن، ضربت في المنطقة اسمها غريف هارت، فقالوا مذكورة بالقرآن جورفن، هذه غريفن هارن، جورفن هارن هي غريف هارت، إذن الآية القرآنية نزلت بضربة القاعدة لهم، وبالتالي حتى يقولوا بأن القاعدة آية من آيات الله. انظروا إلى هذه السذاجة وهذا الكذب وهذا التدليس الداعشي والوهابي وغيرها. وبالتالي أنت عندما تربط كل حدث بأشياء تافهة وبسيطة مثل هذه ومجرمة بعض الأحيان، فبالتأكيد أنك ستعطي الإسلام بعدا غير حقيقي. لا تربط الاكتشافات والمخترعات بالقرآن، لأن القرآن لم يأتي لاكتشاف واحد ولا لاختراع واحد ولا لأي شيء واحد. لكن عندما نقول عن قضية كونية أو إنسانية نادرة جدا، فهي جزء من هذه الآية يرتبط بهذا الحدث، وليس أن الآية نزلت لهذا الحدث. بالتأكيد سنكتشف مستقبلا بأن هنالك أشياء أعظم، هناك أشياء أعظم في هذه الآية. ولذلك أقول بأننا نتجه الآن إلى هذا الخالق العظيم، وأتجه إلى أولئك الناس الذين يتصورون بأن القرآن مجرد كلام جميل رائع، ويتصورون بأنهم امتلكوا من العلم الشيء الكثير وهم لا يفقهون في العلم أي شيء. حقيقة أننا في هذا البرنامج نريد أن نتوجه إلى الله الخالق العظيم، وعند توجهنا إليه لكي ندعو في آخر البرنامج نقول لأولئك المبتعدين إنكم الخاسرون. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى. أيها المؤمن الذي تتعبد الآن، أو إنك ذهبت إلى صلاة ليل وقضيتها، أو إنك توجهت إلى ربك بدعاء طيب، في هذا الفاصل استمعنا إلى دعاء وقد استمعنا فيه إلى كلمات الروح والنفس وغيرها. تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى استخدم اللغة العربية لقرآنه. لماذا لم يستخدم لغة أخرى؟ لأن في اللغة العربية قدرة وكلمات ليست موجودة في لغات أخرى. اللغة العربية حوالي 10 ملايين كلمة، بينما كل لغة العالم لا تتجاوز 1 مليون كلمة إطلاقا. المستخدمة البعض منها 90 ألف كلمة، يعني بعض اللغات. ولكن اللغة العربية غنية جدا، يعني في كل عالم يعني عندما تجد هذه يد يعني هذا أصبع، بينما باللغة العربية هذا له اسم وهذا وهذا، حتى هذه حتى هذه حتى هذه الشقوق وهذه تختلف عن هذه، يعني كل تجد حوالي 150 كلمة لليد، يعني بينما قد تجد في اللغات الأخرى كلمة أو كلمتين. ولهذا تلاحظون في القرآن العظيم استخدم تعابير خاصة،
ولذلك تلاحظون عندما تدرسون أو ندرس أو نلاحظ بدلا من الدراسة وإيش الملاحظة البسيطة، تلاحظون عند كلمة القلب متى يستخدمها القرآن أو يستخدمها الله، والنفس والروح، كل هذه تلاحظ أن استخداماتها الواحدة تختلف عن الأخرى. ولذلك تلاحظ هنالك أطر معينة لكل كلمة وحالة معينة مرتبطة بكل كلمة. ولذلك عندما يترجم القرآن سيفقد جزءا كبيرا جدا منه. يعني بعض الفقهاء يعني أجازوا ترجمة القرآن ولكنهم وقعوا في خطأ كبير. يعني أبو حنيفة النعمان وهو إمام جليل طبعا وصاحب المذهب الحنفي في فترة أجاز أن يترجم القرآن، وقال عندما جاء إلى بغداد وشاهد أن بغداد فيها فرس وهنود وروم وغيرها، وبالتالي الكثير منهم لا يجيدون العربية ولذلك هم بعيدون عن القرآن، فقال سمح لهم بترجمة القرآن، ولكن بعد أشهر أصدر فتوى أخرى منعهم من ترجمة القرآن لأنه وجد الله حيا صوز وشنو بتركيا وغيرها، هذه كلمات لا تنطبق على القرآن، وأيضا هنالك كلمات منافية أو هنالك تبتسر، يعني مثلا الآية تنتهي مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وبعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هي فيها آية أن الرسول قال أنه الآن الروم غلبت من قبل الفرس ولكن سيغلبون في بضع سنين، يعني ما بين 5 و9 بالإنجليزية سم من 4-3 إلى المليار، يعني فانتهت الآية، يعني لم يعد لها أهمية عندما ترجمها. عندما تجي الواحد إنجليزي تقول يا بترى هذه الآية فيها إعجاز، يعني عندما يقرأها بإنجليزي يقول لك أين الإعجاز، سم يعني 100 سنة 1000 سنة يعني 4 سنوات، يعني بالتالي ليست لها ذلك البعد، لكن في العربية لها أهمية كبيرة جدا. ولذلك القرآن استخدم اللغة العربية الله سبحانه وتعالى لكي يعطي رسالته إلى البشر، ولهذا أصبحت لغة القرآن لغة مقدسة، لا يمكن أبدا أن الصلاة إلا في يعني المذهب الجعفري مثلا الصلاة في لا يمكن أبدا إلا أن تكون، يعني بعض الطوائف بدأت تتحدث عن أن الخطبة يجب أن تكون بال، يعني أنا سامع خطبة في المغرب العربي يبتدئ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بعدين كلها فرنسي، يعني غريبة جدا يعني هذا، ولكن الحقيقة الخطبة يجب أن تقول، الآن بدأت الطوائف تتأثر بهذا الشيء وبدأت تكون الخطبة يجب أن تكون باللغة العربية حتى في الدول الأخرى. لذلك تلاحظون عندما يقول القلب مركز المشاعر، مركز الخشوع، مركز الإحساس بالأشياء الروحية والعاطفية، بالتأكيد تختلف عن العقل الذي يقيس الأمور مقياسا ماديا علميا أو شيء آخر، وبالتالي الإنسان يحتاج إلى عقل يتحسس به الماديات وإلى قلب يتحسس به الروحانيات. ولو الآن اكتشف قبل شهر اكتشف أنه وجد في القلب، هذا في البريتش ميديكال جورنال صدرت قبل شهر، أنه اكتشفوا في القلب 40,000 خلية عقلية خاصة بالمشاعر، وهذا اكتشاف جديد طبعا جدا، أن القلب هو مركز المشاعر ومركز الأحاسيس. ولذلك تلاحظ بأنه الكلمة التي استخدمت بالقرآن، طبعا لا أربط هذا الاكتشاف بالقرآن أبدا كما قلت لكم، ولكن سنكتشف رويدا رويدا أن للقلب دور أكبر، وهذا تكلم عنها القرآن قبل 1400 سنة. فعندما يخشع القلب، وهنا الخشوع الروحي وليس الخشوع المادي، لأن الخشوع المادي قد يتغير ولكن الخشوع الروحي أسمى وأعم
وأكثر تأثيرا وأدوم. ولذلك عندما ندعو يجب أن ندعو بروحنا بقلبنا وليس فقط في عقلنا. العقل يفكر في عملية إيصال معاناة الإنسان وحاجاته من خلال اللغة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه يتحكم بها العقل، ولكن الوسيلة والجناح التي تسير به هذه الكلمات الخارجة من العقل هي تأتي من القلب. ولذلك الإنسان يحتاج إلى هذا الخشوع، بدون الخشوع لا يمكن أن تصل الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحس الإنسان بالارتياح. ولذلك تلاحظون نوبات الإنسان عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع وبدموع وبحرقة قلب، لحظة يطلع مرتاح، يحس كأنما اشتكى إلى الله، ويحس أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له أو قد استمع إلى كلماته، وبالتالي يترك في روحه وقلبه وعقله ارتياحا. لماذا؟ لأنه تكلمها بطريقة روحية، طريقة خاشعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يطالبنا عندما نتجه إليه، لا نتجه إليه بصيغة هذا يا إلهي رجاء أحفظ لأولادي، ويا إلهي يا سيدي يا مولاي أنني أريد رزقا كثيرا، يا إلهي، هذا كلام بالتأكيد هو غير مقتنع، هو لا يخرج من قلبه، لأنه الكلمات التي تخرج من القلب ليست فقط هي خارجة، هذه لديها ردة فعل. أولا تركز في النفس تشذيبا، وتركز في النفس أشياء معينة. أنت عندما تقول يا ربي بعظمتك بوجودك بأنبيائك بآل بيتك ساعدني اجعلني أتخلص من هذا الداء يا ربي، جزء من هذا الخشوع وجزء من هذه السكينة وجزء من هذا الاستجلاء بالله سبحانه وتعالى يترك في النفس حالة من الارتياح. هذه حالة الارتياح تخلي الإنسان نفسيته أقوى، حتى تخلي قادر على مقاومة المرض، مقاومة المشاكل، وبالتالي تلاحظ مستقبلا يخرج إنسانا مختلفا ما قبل الدعاء هذا، لأنه هي ما هي العصبية وما هي الشجاعة وما هي الأشياء، هي أشياء أنزيمات تفرزها غدد معينة في الدم. وذاك تلاحظون أكو غدة الكرضان وغيرها وشون غدد معينة. تلاحظون بعض الأحيان الإنسان عندما يجري يمكن 100 متر يقطعها ب 40 ثانية، لكن لو نفرض عفوا لو طارده كلب عفوا يعني ممكن يقطعها ب 10 ثواني يعني أو 9 ثواني واثنين كما قطعها بطل العالم. يعني هذه مسألة بالتأكيد مرتبطة بقضايا معينة تفرز، وبالتالي الإنسان يتحفز وبالتالي ينطلق بشيء أكبر. لذلك شوف ردة الفعل، هذا التفاعل مع الحدث كون ردة فعل معينة. كذلك الإنسان عندما يدعو بخشوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء له بعدان. بعد أول أن الله سبحانه وتعالى سيستمع إليه وسيستجيب إليه، لأنه الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأيضا ستترك في النفس آثارا جميلة، ستفرز في الدم مادة الميلاتونين وغيرها. ولذلك كثير من الدراسات تؤكد بأن مادة الميلاتونين المادة التي تساعد على الاسترخاء والراحة وتجديد الخلية والسعادة وغيرها التي تتوازن مع مادة السيروتونين، طبعا هذه تفرز أثناء النوم وأثناء الصلاة وأثناء الدعاء وأثناء الليل. أنت طبعا هذه قالها في العدد صدر في 1994 في مجلة British Medical Journal الإنجليزية، اللي هي أعظم مجلة طبية بالعالم، ليس لها علاقة بالإسلام وليس لها، ولكن تقول الدراسة بأننا اكتشفنا بأن عملية الدعاء في الليل والصلاة في الليل وتزيد مادة الميلاتونين وتزيد هذا وتجدد الخلية وتطيل العمر، ووجدناها في المسلمين نصا الدراسة في البريتش ميديكال جورنال عام 1994. يعني أنا ما أتذكر العدد ولكن أتذكر 94. نعم. ولهذا أقول بأنه هذا الخشوع أولا هي الجناح التي ستطير به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء.
ثانيا ستعني ستعطي للنفس شيئا وتطيب النفس. لذلك تلاحظون أثناء رمضان أغلبية الناس بها شيء من الدعة والراحة والاطمئنان والرضا، مو لأن الصوم تعبهم كما يتصور البعض، لا، بل هو هذا الشيء امتلاء الجسد بإفرازات معينة ناتجة عن إعطاء إشارات من المخ مرتبطة بقضية أنك متوحد مع قضية أعظم، مرتبط بشيء يعطيك أمانا. هذا ذلك لاحظ الطفل عندما يأتي إلى حضن الأمة يعيش بسعادة وارتخاء وغيرها، لأنه يحس أن هذه الأم هذا الحضن. حتى عندما يصبح كبير عمر 60 سنة عندما يتعب يعني تداهمه الخطوب يذهب إلى حضن أمه وحط رأسه بحضنها ويبكي وهو شعره قد يكون كله واقع يعني شعره كله أبيض وعنده أحفاد، ولكنه رجل قد يكون هو له قدرة عسكرية وله قدرة مادية وله قدرة هائلة جدا على الناس، ولكن تلاحظ ما يحس بالأمان إلا في حضن أمه. يتصور أن هذا الحضن هو حضن، يعني طبعا هو حقيقة لا يتصور، هذا الحضن الروحي يعطيه شيء من الأمان والاستقرار والدعاء. هو ما تقدر تحميه، ولا تحميه من طلقة، ولا تحميه من الأعداء، ولا تحميه من أي شيء، ولا تحميه من الشرطة، ولا تحميه من أي شيء، ولكن هذا الجانب النفسي. فما بالك أنك عندما تكون في حضن الله سبحانه وتعالى الذي هو خلق كل الأمهات، بل هو الذي خلق الأمومة. أخوان، أعظم شيء على الأرض بعد النبوة هي الأمومة. الآية والمعجزة الثانية التي أوجدها الله على الأرض إثباتا لوجوده هي أولا النبوة الأنبياء، ثانيا الأمومة. ولكن النبوة ارتبطت ببعض من الرجال وليست كل الرجال، بينما انظر لعظمة الله، الأمومة أعطاها لكل النساء. ولهذا فإن هذه الأمومة تلاحظون، يعني تلاحظون حتى ليس في الإنسان، في الحيوانات. شوف الحيوان، الأم تحافظ على وليدها بشكل، تلاحظون دوبات تشوفون باليوتيوب وغيرها غزالة تعبر من النهر ويجيها التمساح، تأتي الأم وتضع نفسها أمام التمساح لكي يأكلها وتجعل وليدها أو الدجاجة عندما يأتي نسر تتحول، هذه الدجاجة اللي هي أضعف كائن تتحول إلى ديناصور أمام النسر وتتقاتل معه، وغيرها من الأمثلة أمامكم. هذه كلها أمثلة على الأمومة لدى الحيوان ولدى الأم. البشر، الأم قد يكون عندها عقل تقول لك هذا ابني وما أدري شنو قوانين تمنعه وشنو يشيل كبرتي، قد يكون بها شيء بالإضافة إلى الأمومة العظيمة، شيء بي من العقل، يعني إنها هذا ابني وإلي وهذا قيلي وهذا راح يشيل كبرتي وغيرها. لكن الحيوانة، هذه الأم مجرد أن تنتهي فترة الحضانة بساعة واحدة تنتهي العلاقة ما بين الأم والوليد، ولا كأنما يعرف. قد يأتي هذا الذكر يطارد أمه في السنة القادمة لكي يعني تلد منه يعني، وقد يضربها ويعني ويعتدي عليها. تلاحظون هذه الأم لديها فترة أعطاها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الله. لمن يبحث عن الله سبحانه وتعالى يجي يقول لك بأنه الله وين ومدري شنو، هذا الله أعطيني، أنا أقول لك هذا الله. تريد الله، هذا الله، يعني الله سبحانه وتعالى موجود. هو هذا، هو اللي خلى الأمومة بعد الحيوانات. أعطيني طريقة فيزيائية مرتبطة بالكيمياء والفيزياء وغيرها تعطي الأمومة وتجعل الأمومة بهذا المستوى. يعني شنو التفاعلات وشنو الأشياء الفيزيائية التي تخلق الأمومة لدى الأم ولدى ما هي، ولماذا تبدأ بفترة وتنتهي بفترة؟ يقول لك غريزة، أوكي غريزة مسألة مرتبطة بالجنس ماشي، لكن بعدها يقول لك هي غريزة الأمومة، أوكي هذه غريزة الأمومة، هذا الفداء والقدرة والهذا، هذه منو خلقها؟ منو أوجدها؟ مجرد خلاص أنها بحثت عن ذكر والذكر وتلاقحوا وبالتالي نوجدت بها هذه الأشياء. إن لم يكن هنالك كينونة أوجدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وفي الحيوان
وهذا وضعته في كتابي عظمة الله في الحيوان الذي أخاطب فيها هؤلاء المراهقين الذين يتعرضون الآن إلى هذه الهجمة الشرسة من الإلحاد وغيرها. هذا الله، تبحث عن الله، هذا الله. هاي بالأمومة، تلاحظ الأم تستقتل من أجل وليدها، الأم البشر والأم الحيوان وغيرها. ولذلك أخوان، يعني احنا انطلقنا من قضية أنك تذهب إلى أمك حتى وإن كانت أمك مريضة ضعيفة وعجوز، تجي تحط رأسك بحضنها تنسى الدنيا، تحس بالأمان وتبكي وتشكيلها، وتروح تركب سيارتك مرتاح متونس متنومس، كأنما تحققت أحلامك، كأنما جتك كل قوة الأرض. وانت سويت؟ رحت بحضن أمك وبكيت وحكيت. هاي أم، فما بالك عندما تكون بحضن الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول اطلعوا برا تحت هذه النجوم، شوفوا هاي المجرات العظيمة التي تبعد مليارات السنين الضوئية، اللي احنا مجموعتنا الشمسية لا ترى، لا ترى ولا وجود لها في مجرتنا، ومجرتها لا وجود لها بين المجرات الأخرى. هذا الخالق العظيم، من تجي أنت تضع نفسك في أحضانه في هذه اللحظات في هذا الشهر، أي سعادة وأي أمان وأي باب تفتح لك. كما قلت لك، الإنسان يروح إلى أمه، وش يسوي؟ يبكي، وش يما اعتدوا علي، يما أنا تعبان، يما هذا قبرح، أمه طيبة راح تساعده بشغله، راح تبعد عن الأعداء. لا، بس هو إحساس بأنه هذه أم حنونة تتفاعل وياه في الجانب روحي. فعندما نتوجه إلى الله في هذه الليالي اللي هو أكبر من الأمومة كلها، هو الذي أوجد الأمومة، فانظر كيف النتيجة. هنالك أناس كثيرون، لذلك كما قلت لكم، حتى وأنتم تتحقق الأماني، لأن الأماني لا تتحقق آنيا. بعض الأحيان الإنسان يدعو ضد مصلحته، ربي يعطيني سيارة، سيارة خذها ثاني يوم تنقلب بي، ربي مثلا كذا. بعض الأحيان الإنسان يدعو ضد مصلحته، الله لا يستجيب له. عندما يقول ربي اجعل لي فيها خيرا، خلاص قد تتحقق بعد فترة. عندما تسير على الصراط المستقيم وأنت داعي، بالتأكيد ستصل إليها يعني. ولذلك الإنسان حتى عندما لا تتحقق أمنياته وأدعيته في هذا الشهر أو في هذه السنة، هنالك الجانب الثاني اللي قلنا هو هذه ردة الفعل الذي تترك الأثر بأنك مرتاح، راضي، متصالح. كنت قبل متنرفز، متضايق، مسود، سوداوي، متشائم من هذه القضية، الآن لا، راضي، مرضي، سعيد، متفائل، منفتح، متجاهل للقضية. وهذا هو الحل. أغلب الإشكالات التي نحس بها هو أنها عندما نتجاهلها، أو عندما يضعف تأثيرها، أو عندما يقل تأثيرها علينا. ولذلك أنت في رمضان عندما تدعو ثقل كثير، ولذلك أنا أطالب، لأن أنا سأتكلم لكم من قلب إلى قلب، أنا لست رجل دين ولست واعظ ولا أفهم في الدين إلا ما علمني به ربي يعني، ولكنني أتكلم من قلب إلى قلب. أنا في عندما أريد أدعو، أدعو بالليل في الثلث الأخير، وأدعو أحس يعني أنا بحضن أمي، وأحكي بصراحة، وأحكي هو ليس صديقي ربي، هو صديقي وأبي وأمي وأخي وخالقي وسيدي ومولاي، وبالتالي كل هاي المفردات تجعلني في براح وارتياح. ويقول لك أنت صديقي وأنا أخذ راحتك، هو الصديق أنت تحكي أمام شيء، الزوجة أنت تحكي تأخذ راحتك قدامها، الأب تحكي قدامها براحتك، فما بالك أمام ربك اللي خلقك، اللي أنت يعرف كل شيء فيك. وبالتالي الدعاء يكون له معنى آخر. فلا تتركوا هذه الليالي بلا دعاء. أعود لكم بعد هذا الفاصل.
عدنا معكم عزيزي المشاهد وعزيزي المؤمن الآن، منكم من تناول الآن أيضا بعضا من الطعام، ومنكم من غادر الطعام الآن استعدادا للنوم، لأن هنالك يوم آخر للعمل، ومنكم من بدأ في الثلث أو بقايا الثلث الأخير من الليل، ولذلك بدأت صلاة أخرى، وتلك السجدة الطويلة. ولنا في علي بن أبي طالب عليه السلام أسوة حسنة، صاحب السجدة الطويلة، فقد كان يسجد كثيرا ويدعو كثيرا. لنأخذ هذا النموذج، أبي الحسن عليه السلام وعلى آله. أبو الحسن الذي تربى بحضن النبوة. طبعا الإمام علي عليه السلام ليس كأي مؤمن، وذلك من يعني من الابتسار أن تقول بأن علي هو أول من أسلم، ومن الابتسار أن تقول علي هو يعني أكثر الناس التساقا بالإسلام. هذا أعتبر ابتسار، لأنه ذلك قضية مهمة جدا رافقت أبي الحسن عليه السلام، وهي أن عليا كان قد رافق النبوة. يعني عندما كان يذهب الرسول عليه الصلاة وعلى آله السلام، كان يذهب إلى غار حراء، علي كان معه، إما كان يبقى معه ويستمع لدعائه وإلى جانبه، أو كان ينقل إليه الطعام، يعني عندما كان يكون في غار حراء. ولكن أغلب الأحيان كان يأخذ معه علي، وعلي كان طفل صغير قبل النبوة. علي كان قبل النبوة طبعا يعني 9 سنوات، لكنني أرى أنه أكثر من ذلك، 10 11 سنة يعني. ولذلك فإن الإمام علي كان واعيا، هذا من جانب. من جانب آخر، يعني هذا الطفل نابغة، يعني هل تمر عليه الأمور ببساطة؟ يعني هكذا عندما يشوف الرسول يدعو الله، يعني ما راح يقول له هذا شنو يعني، ايش دا تسوي يعني، والمن ومنو هذا وليش وشنو؟ وهل الرسول يقول له اسكت صحن يا علي دعني اكمل، ام يشرح له؟ فاذا علي بن ابي طالب كان يشاهد النبوة تختلق، يعني هذه قبل البعثة، قبل ان ينزل جبرائيل الامين على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة وعلى اله السلام. فبالتاكيد علي بن ابي طالب ولد في حضن النبوة. اولا علي هو ربيب الرسول، علي هو الذي سماه الرسول. يعني عندما جاءت رضوان الله على فاطمة بنت أسد، رضوان الله على فاطمة بنت أسد أم الإمام علي وأم الرسول، الرسول قال عندما دفنها قال اللهم أرحم أمي فاطمة بنت أسد، فقد كستني قبل أن تكسي أبنائها، وأطعمتني قبل أن تطعم أبنائها، وغيرها يعني، وألبسها قميصه ونام في قبرها. عندما سمع الرسول بأن فاطمة بنت أسد أنجبت ولدا، ذهب إليها مسرعا وقال لها هل أرضعتيه؟ قالت لا. شوف إلى هذه الحكم، الإمام علي في البداية كان لا يريد، يعني كل طفل يعني يصرخ ثم بعد ذلك يسكت. طبعا هذا الصراخ له أهمية لخاطر يخرج هاي المواد المخاطية التي كانت موجودة في الرحم، فيصرخ خاطر تطلع، لأنه بدون هذا الصراخ الإنسان يموت، فهذا الصراخ في ضرورة يعني. ولذلك قالت له، فجاءت به ووضع لسانه في فم الإمام علي وبدأ يمصه يعني يرضعه.
فأول شيء دخل إلى جوف الإمام علي هو رضا بالرسول عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. فقالت له قال لها ماذا أسميتيه؟ قالت سميته حيدرة. قال لا بل هو علي، وكان أول اسم يسمى به. طبعا أنا أقرأ بعض الأحيان يقول لك أنه هنالك شخص اسمه علي، لم يكن هذا الشخص. هذه التسميات ظهرت، شوف حتى الشعر، أنا هنالك ملاحظة، يعني احنا نذكر أشياء ما بين هنا وهناك. حتى الشعر الجاهلي قسم منها كتب في العصر العباسي، يعني ما يقول لك الشعر الجاهلي يعني قبل الإسلام، لا، بعض منها كتب في العصر الأموي والبعض منها كتب في العصر العباسي يعني. ولهذا بعض الأسماء أخذت تسمى في العصر العباسي والعصر الأموي. فيأتي البعض يقول أنني وجدت هنالك رجل اسمه علي في الجاهلية، وعندما تدقق تجد بأن هذا الاسم كتب في العصر الأموي أو في العصر العباسي، لأن الشعر الجاهلي بعضا منه. وهذه طبعا رسالة طويلة عريضة لطه حسين في الشعر الجاهلي، وأكد على في إحدى مباحثه أن هنالك شعر جاهلي كتب في العصر الأموي والعصر العباسي. فذلك يعد عليا أول عربي سمي بهذا الاسم علي، والذي سماه الرسول. فذلك الإمام علي عليه السلام عاش النبوة، لأن الرسول أخذ الإمام علي وكفله عندما تزوج خديجة الكبرى، كفل علي وأخذه صبيا صغيرا ابن 4 سنين، لكي تكون طبعا أصبحت خديجة أمه، خديجة الكبرى، وأصبح الرسول أبوه. فعاش وكان ينام على تخت الرسول، بل يلبس قميصه، وكان رفيقه، ولذلك كان يذهب معه إلى غار حراء. ولهذا كل مفردات النبوة وكل تداعيات النبوة وكل ما حصل للرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام كان رفيقا وشاهدا ودارسا ومدروسا لها، هو الإمام علي عليه السلام. فهو عاصر النبوة وعاش النبوة ورافق النبوة، ولذلك هو باب مدينة علم رسول الله. ولذلك الرسول كان يلقن عليا كل شيء، وكان يعطيه كل الإلهامات التي أعطاها إليه رسول الله سبحانه وتعالى. لذلك تلاحظ الإمام علي كان يعطي بعض النبوءات، طبعا لا يعلم الغيب. الرسول يقول إنني لو أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يعني، ولكن طبعا هنالك نبوءات، هنالك إلهامات يعطيها الله سبحانه وتعالى للرسول، وبعض منها أعطاها لأبي الحسن. وذلك فإن علي مو أول مؤمن. طبعا تلاحظ ابن تيمية، ابن تيمية، سنلتقي إن شاء الله يوم القيامة بابن تيمية. ابن تيمية يقول بأن علي لا يعد مسلما في البداية. لماذا؟ لأن الأطفال لا يعد على إيمانهم. لماذا؟ قال لأن الشيخ الفلان الشافعي قال، الشافعي طبعا بعد الإمام علي 400-500 سنة، قال الشافعي أن إيمان الصبية والأطفال لا يعد عليهم، ولذلك فإن إيمان الذين حرم كذا لا يعد عليهم، وبالتالي يجب أن يكون واعيا. وبالتالي فإن علي كان طفلا، ولذلك عندما كان طفلا فإنه لا يعد أول مسلم. أول مسلم كان هو أبو بكر وفلان وفلان وفلان. طبعا على فكرة أبو بكر هو العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر. الأولى علي وخديجة، ثم فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، يعني هؤلاء هم الثلاثة.
لا يمكن أبدا إطلاقا أبدا أن يزاود على هؤلاء الثلاثة. فيأتي يقول لك إنه لا يمكن أن يكون. شوف الدس، شوف الناصبية، يعني هؤلاء الناس أنا لا أفهم لما هذا الحقد من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يعني شنو هذا الحقد؟ أنا لدي كتاب لم أنتهي منه بعد اسمه مكيال ابن تيمية. تلاحظ ابن تيمية أخوان عندما يذكر شيئا لعلي يظل وراها صفحتين يتكلم يفند هذا، وهذا لا يعني أنه علي كان الأشجع. عندما يقول قتل مرحم لا يعني أنه الأشجع، فالأشجع هو أبو بكر ثم عمر ثم خالد ثم بعد ذلك يأتي علي. ولكن نحن نجل أبو بكر الصديق ونجل عمر ونجل هذا، ولا يعني، ولكن متى حمل سيف أبو بكر ومتى حمل، يعني حتى في هذه، هذا لا يعني في أحد في بدر قتل نعم، لكن هذا لا يعني أنه الأشجع. تلاحظ لازم لا يعني، لكن عندما تذكر أي قضية تخص معاوية وإنها تدل على إيمان كبير وكذا ويظل صفحتين يحكي يمتدح، شنو هالحقيقة؟ يعني أنا أستغرب من عقلية هذا الإنسان، يعني مخلوق من ماذا؟ وأستغرب من هذا الإيمان الكبير وهذا الوله وهذا العشق لابن تيمية. يعني هذا الموقف من أهل البيت، فرعون هذه الأمة هو علي بن أبي طالب، فرعون هذه الأمة علي بن أبي طالب، تصور، والرسول قال فرعون الأمة هذا هو معاوية. غريب والله غريب. يعني هؤلاء الناس نحن لسنا بسبابين ولا شتامين ولا نتطاول على الصحابة ولا على أمهات المؤمنين ولا، ولكن هل يعني هل معاوية وأبو تيمية يعني هؤلاء الناس كانوا منصفين وكانوا أتقياء وكانوا ورعين وكانوا ونلغي عقولنا وخلاص حتى توحد الأمة الإسلامية يجب عليك أن تقول معاوية رضي الله عنه وخال المؤمنين وأمير المؤمنين وشيخ الإسلام حتى لا تمزق الأمة؟ أخوان الأمة تمزق هكذا، والله نعلة الله على من يمزق هذه الأمة، من مزق هذه الأمة وهي جميع فاضربوا عنقه كما يقول الرسول. لا، ولكن عندما تجعل الباطل والحق فإنك تمزق الأمة، عندما تجعل الظالم والمظلوم فإنك تمزق الأمة. يجب أن يكون هنالك ظالم مظلوم وباطل وحق، هنا تتوحد الأمة. الأمة لا تتوحد بجمع الباطل والول. فأنت شلون تقول لي مثلا نعبد الله وأنت تقارن بين وتقول الله حق وباطل، كيف أعبد الله وكيف نتوحد على عبادة الله والله حق وباطل؟ يعني لا يمكن أبدا. وبالتالي أخوان هذه القضية أنا سأتطرق عليها في أيام أخرى، يعني نحن نريد وحدة هذه الأمة ولا نتطرق إلى الخلافات ولا شيء، نحن نريد وحدة الأمة، ولكن هنالك حق واضح وهنالك باطل واضح. بالعكس القرآن يقول من لا يتكلم عن الباطل تبوأ مقعده من النار، يعني خلاص. ومن رأى منكم منكرا وغدا والمسلم كذا، كل هذه الأمور احنا نلغيها والله خاطر، والله واحد يعني خرج عن الصراط المستقيم علينا أن والله احتراما لفلان، أوكي إذا كانت هي تخدم الإسلام أوكي. بس هذه تمزق الإسلام عندما تقول للمؤمنين بأن الباطل حق والحق حق، سيكتشف الناس أنه هذا باطل وبالتالي سيشككون في حق الإسلام وفي هذا. لا، لكي توحد الأمة يجب أن تقول حق وباطل. ذلك مثل المحكمة، إذا تعتبر المحكمة عادلة يجب أن المحكمة تكون تقول هذا حق وهذا باطل. أما والله المحكمة خاطر تصير محكمة جيدة، الظالم والمظلوم سواسية والباطل والحق سواسية، إذا هي محكمة شنو هذه؟ ومن راح يؤمن بها؟ مر زمن ستحتقر هذه المحكمة وتلغى ويلغى الدين، بالتأكيد سيلغى الدين عندما تقارن بينها. لذلك أقول بأن
ذلك علي عليه السلام، وطبعا سنتكلم عن ابي الحسن عليه السلام في حلقات خاصه ايام الجرح والاستشهاد ان شاء الله. علي عاش الايمان، زرع الايمان في قلبه. علي ولد مؤمنا، علي ولد مسلما، علي ولد لصيقا، لان الرسول كان مؤمنا قبل ان يعني الرسول قبل ان ينزل عليه جبرائيل هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يعبده. يعني تيجي تقول لي ان الرسول اصبح مسلم بعد جبرائيل من نزل عليه؟ لا، الرسول كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى قبل ان تنزل عليه، وعلي ملتصق به. فعلي ملتصق بهذه الشخصيه الذي اسمه، ولذلك علي هو صنيعه محمد. الذي خلق علي كشخصيه، يعني ليس كخلق كجسد وكثقافه وكانسان وكايمان، هو الرسول. لم يتثقف بالعصبيه القبليه، لم يتثقف في مجالس الخمر، لم يتثقف عند ذوي الرايات، لم يتثقف في الصراعات القبلية، لما تثقف في كذا، تثقف من محمد عليه الصلاة والسلام. المدرسة الوحيدة التي خرج منها علي كانت هي مدرسة محمد. طبعا سأكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل. عدنا لكم عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل، ونحن في الدقائق الأخيرة يعني قبل السحور. والله أنا أعتقد هذه الدقائق لا تقدر بثمن. أسمع الكثير يقول بأننا نركز الدعاء في العشرة الأخيرة، والبعض يقول لا أنا أركز عنها في ليلة القدر. لو كان هذا الكلام صحيح لتوقف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولتوقف علي عليه السلام، وتوقف آل البيت، وتوقف الصحابة المنتجبين عن الدعاء والصلاة واستغلال الليل، فإن لله ساعات معينة تفتح فيها السماء، ولذلك عليك أن تدعو في كل ثانية وفي كل لحظة علك تحوز على هذه الساعة، فليست فقط تركز في ليلة القدر. هذا رمضان وذكر في القرآن، ما أهمية هذا الشهر للدعاء والمغفرة، ونحن في الأيام الأولى، وهذه الأيام عندما تتواظب وعندما تتواءم وعندما تعتاد على الدعاء فيها والتبتل بها والسعي لرضوان الله فيها والتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك إنك حتما ستحوز على تلك الجائزة بأن يصل دعائك إلى الله سبحانه وتعالى. لحظات بسيطة، دقائق بسيطة. لذلك تلاحظون كل ما ذكر عن الرسول، وكل ما ذكر عن آل البيت، وذكر عن الإمام علي عليه السلام، بأنه كان الليل يعني لم يكن للنوم فقط، كان يقتطع منه جزءا للصلاة. ولهذا هذا من الرسول وعلي وآل البيت، هؤلاء الناس الذين طهرهم الله من أي شيء، وبالتالي بشرهم وأعطاهم الجنة وهم واثقون منها، ولكن مع ذلك فإنهم يريدون الحصول على رضوان الله وغفرانه. ولذلك علينا أن نسعى نحن الآن في هذه اللحظات نستغلها. لذلك كان يسمى الإمام علي عليه السلام بأبي تراب. طبعا تلاحظ أكو تفسيرات مزعجة جدا، يعني أكو تفسيرات تقول بأن أبو تراب، لأن أنا يعني أنا أرى البعض، والله ما أعرف كم هو الإجرام، والله إنه سمي أبو تراب، هذه قرأتها في بعض، لأنه الإمام علي كان دائما يخرج من الزهراء
منزعجا ومقهورا ويضع التراب على رأسه ويقول لها أنا لا أستطيع أن أكلمك، لا أستطيع أن أكلمك، وطلعوك أبوا واحد مخبل. هل هذا حقي؟ هذا العظيم العظيم الكيس الرائع الشجاع يظهرونه بهذه الصيغة؟ والله سمي أبو تراب هكذا يعني، وحتى يبعد قضية أبي تراب لشدة السجود. أولا خير السجود على التراب، عندما نزلت الرسالة المحمدية والرسول كان علي يصلي مع الرسول لوحده في البداية، فكان السجود على التراب، ما سجدت إلا على التراب، لم أعفر جبهتي إلا على التراب. وعندما بني المسجد في المدينة كانت الأرض تراب وكانوا يسجدون على التراب، وعلي كان طويل السجدة وسجدة طويلة، ولذلك دائما جبهته تراب، فسمي بأبي تراب. ولذلك عندما بعد ذلك وضع الحصران، وضعوا على مسجد الكوفة مسجد المدينة، الرسول كان يأخذ شيئا من التراب ويضعه على هذا الحصران ويسجد عليه. ثم بعد ذلك جاءت إليهم قضية أنهم بعد ذلك بدأوا يتطور الحياة، قاموا يضعون فرش، وبالتالي فرش يجيبوا لها تراب يحطوها، فجابوا التراب وفخره حتى لا يؤثر على الفرش، وبالتالي يحققون السنة ويحققون ما يريده الله سبحانه وتعالى، هو خير السجود على التراب. فسووا التربة، يعني التربة لا واحد يعبد التربة ولا مدري شنو ولا هي كذا، التربة هي جزء من الأرض مفخور. أي تربة طاهرة متعرضة للشمس تقدر تفخرها، تسويها طين وتعرضها للشمس تنفخر وصلي عليها. إذا ماكو جيب لك شجرة، لحاء شجرة أو ورقة وصلي عليها. من الأرض أو ما مما تنبت ينبت في الأرض. ولذلك سمي بأبي تراب، وهذا لسجوده الطويل. وتلاحظ التخريجات لأنه سمي أبو تراب لكذا وكذا وكذا، يعني هذه طبعا هاي تجدها عند أغلب العام، أنه أبو تراب سمي أبو تراب لأنه كان يطلع من البيت يحط التراب على رأسه ويقول لفاطمة الزهراء أنه أنا ما أقدر أحكي وياك، أنت بنت الرسول. هذا جزء أخوان من الإساءة إلى آل البيت. الإسلام تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي آل بيتي، وهم السفينة كسفينة، وهذا قاله الله وقاله رسوله. فالقرآن والعترة هم السفينة التي تأخذنا إلى النجاة. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وصوما مقبولا، وسحورا شهيا إن شاء الله، وإلى اللقاء في اليوم القادم.